منتخب مصر ومرحلة جديدة بعد انتهاء مرحلة كارلوس كيروش واختيار روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني، كيف ترى هذه المرحلة؟ هي طبعا المرحلة دي يمكن من أحسن الناس اللي استفادت في هذه الفترة مستر فيتوريا. فعلا؟ ليه؟ طبعا قبل الدوري، قبل الدوري هو جه قبل الماتشات الودية بقد إيه؟ على الأقل بثلاث شهور. لا بشهر. شهر، شهر ونص، شهر، شهرين شهر ونص. يعني قصدي كان عنده متسع كويس جدا، بدليل ان هو تم اختيار اللعيبه، بدليل انه عمل معسكر. معسكر طبعا، ومعسكر برضو بتفرق قوي، لان منتخب مصر الاول ما عملش معسكرات بقاله فتره طويله. فطبعا هو عمل ماتشين برضو زي اي مدير فني، زي مدير فني النهارده لازم يستطلع النهارده، بيجيب النهارده ماتشات وديه، النهارده ماتشات مستوى رابع، يعني النيجر ليبيريا مستوى رابع. مظبوط. فده يعني اي مدير فني بيمشي بالتدرج لازم طبعا، لازم يمشي بالتدرج النهارده في التعامل مع الفرق. فالنهارده هو عمل ماتش النيجر ليبيريا وكسب الاثنين. المكسب في حد ذاته يمكن اهم من الاداء. برضه بنتكلم فعلا؟ في واقعيه. طبعا حتى في البطل الوديه طبعا. ليه النهارده لو انا اتغلبت ماتش ودي هتهاجم ولا مش هتهاجم؟ كده كده في اول تجربه هتهاجم ولا مش هتهاجم؟ هتهاجم، هتهاجم بالاعلام وهتهاجم بالجماهير، والناس مش هتبقى مقتنعه بيه والاعلام مش هيبقى مقتنع. ولكن اذا كان زي ما قلت لك النهارده عمل ماتشين مع النيجر ومع ليبيريا وبيكسب النهارده، كل دي النهارده النتائج هي اللي بتؤثر على الحته دي. في مسيره النهارده فيتوريا مسيره كويسه، اختيار اولا مستوى رابع زي ما قلت لك، في نفس الوقت مكسب كويس جدا. أوكي. في نفس الوقت برضو العناصر، وبالنهارده يمكن حتى في الماتشين كان بيثبت التشكيل. وان كان هناك برضو بعض التغييرات في بعض اللاعبين، وهو ميال لاسلوب على فكره، مسلوب او تكتيك 4-3-3. يعني بيستثمر حد من الناس اللي موجوده، زي مثلا احمد سيد زيزو. اوكي. لعب وسط ملعب ثالث مع طارق حامد ومحمود حماده. برضو امام عاشور اما لعب الماتش الثاني استثمره برضو ان يلعب في وسط الملعب. فهو واضح ان هو بيميل دائما لتدعيم وسط الملعب ويشتغل بيه 4-3-3، بيلعب 3-3 في الهجوم، 2 على الاطراف، 1 راس حربة يعني. طيب تفتكر ان فيتوريا مش مركز مع الاعلام وماشي بدماغه، ولا شايف ازاي؟ هو ده عشان ماتشات وديه. يعني عشان ماتشات وديه، وزي ما قلت لك خلي بالك كل حاجه بتوصل للمدير الفني الاجنبي يا كابتن اسلام. طبعا. يعني النهارده بيبقى معاه النهارده بيترجم له، حد النهارده بيقول له ده الاعلام بيقول كذا، الجماهير مش عاجبها كذا، كل دي بتوصل معلومات. وانت فاكر المدير الفني النهارده بس قاعد كده وخلاص؟ لا. كل كبيره وصغيره بتوصل له، كل كبيره وصغيره بتوصل. طب اختياراته الفنيه شفتها ازاي في مباراه النيجر وليبيريا؟ والله بس هو الاختيارات زي ما قلت لك يمكن يعني ما تقدرش تقول فيها مفاجآت، ولكن يمكن وسط الملعب محمود حماده من اللعيبه برده كويسه، وان هو استثمره النهارده. هو نفسه كمان اتكلم عن محمود حماده، قال لك يعني عنده 28 سنه وعمره ما راح منتخب مصر، بقاله 8 سنين فين؟ ما هو النهارده، ما عشان كده بقول لك النهارده رؤيه مدير فني في اختيار لعيب او 2 لعيبه او 3 لعيبه برده من الحاجات الايجابيه. كويس. يعني مستر كروش لما كان ماسك ما عملش نتائج، ووصل يمكن نهائي افريقيا واتغلب من السنه فجاه، ولكن الناس مسكت ايه؟ قالت لك لا ده خد صفقه، خد ناس جديده، محمد عبد المنعم ومحمد حمدي ومش عارف، خد ناس جديده وعمر كمال. وعمر كمال. فكل دي الامور دي النهارده هو درس كويس جدا مع طبعا الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات. قطعا ليهم دور كبير جدا في الاختيارات دي على فكره، لان 70% زي ما قلت لك 80% من الاختيارات دي ده كان تشكيل موجود لمنتخب مصر. يعني ما زودش حد، هو يمكن محمود حماده هو نفسه اتكلم عن محمود حماده. ما انا بقول لك يمكن الحته دي برضه هو خلاص بقى من متابعه المباريات بيبان ان اللعيب ده كويس بيجيب خلاص.